كتير اتكلمت عن يعني او احد الاعلاميين تحدث ان النادي الاهلي قرر عن الاستغناء عن 6 لعيبه للاسف. يعني ده خبر موجود في احدى قنوات الفضائيه بدون ذكر اسماء، واتقال بالاسم طاهر محمد طاهر وكهربا ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمود متولي ورامي ربيع. تاني بعيد واكد هذا كلام عاري تماما من الصح. ولما الاهلي هيستغنى عن 6 كان اتعاقد مع الناس ليه عشان يستغنى عن 6؟ ويلعب بمين؟ ويلعب بمين؟ هو مجرد يعني في لا والله الاهلي عايز يصدر ازمات لنفسه. يعني كان بيتعاقد كان ما يبقاش عنده نواقص يروح يمشي 6 عشان يبقى عنده نواقص. بالظبط هو ده اللي الاهلي يعني كلام عبيط. في ناس يا عبد الناصر لما تقول الكلام بالمنظر ده هي فاكره ان كده تاخد مشاهده والناس تتابعها وتتفرج عليها وتبقى ترندي. انا بس قلت اقول انا ما بحبش اعقد على الحاجات دي، فانا قلت اوضح ليه، لان هل من المنطقي ان النادي الاهلي هيناقش رحيل 6 لعيبه دلوقتي وما فيش غير 5 6 اسابيع وانت عندك اصلا يعني انت بتتكلم في تدعيم بعض المدافعين ولا 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 كل حد من الاحوال لجنه التخطيط لم تتحدث ولم تناقش هذا الموضوع، لسه هيبقى في اجتماع للجنه التخطيط الفتره القادمه عشان الامور تكون واضحه ولانيه تماما لاي يعني حديث من الفتره الحاليه عن رحيل اي لاعب. وده بالمناسبه زي ما قالوا لي كابتن سيد عبد الشطير، بالمناسبه اليو ديانج هيرجع 5 ديسمبر بعد الاجازه اللي خدها. يعني عشان بس برضه الناس اتكلمت عن بعض العروض وصلت لحسين الشحات ووصلت لمحمد شريف، مفيش اي عرض وصل للنادي الاهلي خلال الساعات الماضيه سواء للاعب ده او ده او غيره بمنتهى الامانه، لان برضه اتقال اكتر من اسم، لكن حتى هذه اللحظه زي ما انا بقول الاهلي لم يصل لاي عرض رسمي لضم اي لاعب في الفتره الحاليه. يمكن اللعيبه اللي غير متواجدين مع المنتخبات واخده راحه، البعض بيحاول يعني يتمرن يعني مع مشروع ثاني يبقى في محافظه على اللياقه البدنيه وفي نفس الوقت معروفة تسهيل التمرينات تكون افضل وافضل. تمام. في اجتماع ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ بالمناسبه خلال الساعات القادمه برضه زي ما انا قلت، غير محل كمان يعني ازمه او مشكله او بديل معسكر الامارات، كمان وضع خارطه طريق او بلان النادي الاهلي هيشتغل عليها لحد كاس العالم للانديه، وده كان بالتنسيق او بتعليمات من الكابتن محمود الخطيب. الثنائي هيجتمعوا ويحطوا الخطه وهيبقى تم عرضها الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي مركز في كاس العالم للانديه وبعد اجراء القرعه هيكون في تحرك على مستوى الاستعداد، لكن طبعا النادي الاهلي عنده بارقه امل في حل ازمه الاول تعرض المواعيد يعني، وده حتى قالوا لي الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني ان شاء الله يكون في حل هذه الازمه. تمام يا ابو حميد اللي بعده. معايا زي عبد الناصر؟ سامعك يا ابو حميد اتفضل. اخيرا برضو عايز اطمن الناس، صلاح محسن و يعني محمود متولي الحمد لله الثنائي مع عوده الفريق للتدريبات. يمكن انا سالت الحمد لله الاصابه خلاص، يمكن الحاله كويسه جدا مع عودتهم او مع عوده الفريق للتدريبات، ربما يخشوا في التدريبات الجماعيه. ربما يكون الساعات القادمه في اخبار عن مفاتحه موسيماني في مساله تجديد تعاقده، ولكن النادي الاهلي بينتظر يعني شركه كره القدم هيكون ليها ملفات. كابتن محمود الخطيب يعني يعني بياخد هدنه كده من المنتخبات وحل ازمه مشكله الاستاذ العامري فاروق، كده هيكون في اجتماعات مع شركات النادي الاهلي وبالتحديد شركه كره القدم اللي بيعول عليها النادي الاهلي الكثير والكثير في الفتره القادمه مع الاستاذ ياسين منصور، واللي اول حاجه هتبقى على المائده الخاصه بيها هي التجديد لموسيماني لمده موسمين. ملفات كثيره النادي الاهلي هيشتغل عليها الفتره القادمه، ولكن اكيد يعني مشكله الاستاذ العامري فاروق اللي هي مشكله بدون ادنى مشكله او مشكله بدون اي لازمه مستغرب ليها، مع كمان طبعا مشكله تعارض كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه، دول الاثنين اللي طفوا على السطح والنادي الاهلي بيتحرك فيهم بمنتهى الجديه خلال الساعات القادمه، ولو في اي جديد هنتابع مع حضرتك فيهم يعني على طول.